على إيقاعات أشهر أغانيها وأنجحها، حملت الفنانة نتاشا أطلس جمهور مسرح محمد الخامس في سفر موسيقي بدون تأشيرة. غنت فأطربت وزادت مهرجان فيزا فور ميوزك بهاء بإطلالتها. مهرجان يصنف من بين أكبر المهرجانات في الشرق الأوسط للموسيقى البديلة، تكتسي من خلاله مدينة الرباط حلة فنية متميزة. مشيت تجربة الأولى ديالي هذه في مهرجان، جيت لدورات أخرين قبل وكنشوف بلي غادي وكيتزاد من ناحية الإدارة ديالو وداك الشيء، وهاد المرة هادي نيفو زوين عاوتاني، نيفو جديد، قدروا يوصلوا الفكرة ديالهم. بدات من حاجة صغيرة ودابا غادا كتكبر، والمرة الجاية تقدر تكون أحسن منها كنظن. هو نقطة انطلاق لمشاريع كثيرة صارت هون، من ضمنهم كثير مشاريع اجت من فلسطين، من الأردن، من لبنان. السنة الماضية كان في فرقة فلسطينية اسمها على الرصيف، اجوا وعملوا شوكيس تاعهم، ومن هاي المرحلة صار عندهم صدى عالمي، وصلوا منه انه يشتغلوا في مهرجانات تانية. فنانون وموسيقيون ومنتجون وفاعلون ثقافيون من جنسيات مختلفة يؤتثون فضاءات منتدى موسيقى بدون تأشيرة، حركة فنية تفتح باب التنقل الموسيقي بين بلدان إفريقيا والشرق الأوسط وتعزز الروابط الثقافية بين دول الشمال والجنوب. وهذا يعني كل سنة تصلنا حوالي 1000 ملف، أختار منها حوالي 50 فنان الذين يشاركون هنا في المهرجان في هذا الملتقى. هو أيضا فرصة لتكريم أسماء مهمة من الفاعلين الثقافيين على صعيد المنطقة المشرقية والمنطقة الإفريقية. في مهرجان فيزا فور ميوزك جميع الأنماط الموسيقية حاضرة، خاصة منها الموسيقى البديلة الحية التي أنتجت في السنوات الأخيرة. ثم بطبيعة الحال هناك أيضا فضاء للموسيقات الأفريقية، الموسيقى التقليدية، الموسيقى العصرية، الموسيقى الإلكترونية، موسيقى دي جي، وبطبيعة الحال كما قلت الموسيقى المعاصرة أو البديلة. أنا مشاركة أولا كعضوة بلجنة التحكيم لاختيار الفرق لمشاركة هذا العام بفيزا فور ميوزك في الرباط. شرفني أنه تم تكريمي بهذا المهرجان، تم تكريم المركز كمان مركز يابوس الثقافي، وهذه رسالة بالنسبة لنا كفلسطينية أنه رغم كل الصعوبات اللي نحن منعيشها إلا نحن نقدر قادرين نوصل للعالم من خلال مشاركتنا بهذه الأسواق والمهرجانات الثقافية، ولنأكد من خلال الثقافة أنه في رسالة عندنا، رسالة مقاومة وصمود ولتأكيد على حضورنا في المدينة المحتلة في القدس. في ظرف وجيز نجح مهرجان فيزا فور ميوزك في تحقيق أهدافه وفي استقطاب شباب يواكبون لغة العصر وموسيقاه. فدوى المرابطي، قناة الغد، الرباط.